اليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف على أورام المثانة، وهو أكثر أنواع السرطان انتشاراً، وحسب دراسات طبية قالوا فيها أنه بصيب عدد كتير كبير من الأشخاص، وبيروح لإصابة الغشاء المخاطي بالمثانة. وللأسف هاي الأورام بتحمل خلايا سرطانية، وحسب دراسات طبية أكدوا فيها أنه أيضاً الرجال ينصابوا فيها أكثر من النساء، وممكن أنه تصيب أي عمر من الأعمار. اليوم ما بين الأسباب وطرق طرق الوقاية والكشف المبكر لهذا السرطان عم يكون أساس أيضا بنجاح الشفاء طبيا، رح نتعرف على تفاصيل هذا الورم، كيف نحن اليوم قادرين نتعرف على أعراضه، الوقاية منه ورحلة العلاج. وضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد رامي عيسى، أخصائي جراحة بولية وتناسلية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. والتلفزيون والإخبارية السورية مشكورين على الزاوية المضيئة الطبية اللي بتحسن وبترفع من وعي الناس تجاه كتير مشاكل طبية. أهلا وسهلا دكتور. ومداراته والكشف المبكر عنا. واجبنا اليوم دكتور. أهلا فيك دكتور. واجبين معكم. أهلا وسهلا. خلينا بداية دكتور، يعني نحن اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم وحساس، يعني هذا النوع من السرطان فينا نقول ما في اليوم إضاءة عليه، ما في تسليط ضوء على هذا الموضوع، على أهميته، على أهمية الكشف المبكر. عم نحاول نحن ضمن صباحنا وضمن هذا الشهر إنه نحكي عنه ونوعي أكثر الناس عنه، عن أهمية الكشف المبكر مثل ما ذكرت حضرتك. خلينا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل هذا المرض، نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بأورام المثانة. أورام المثانة مشكلتها شائعة جدا وزاد انتشارها حاليا. مشكلتها أنه غير عرضية. لا تترافق بألم، لا تترافق بحالات ملفتة للنظر، يراجع الطبيب. العلامة الوحيدة معرض هي العلامة الوحيدة هو البيلة الدموية. قد تكون البيلة الدموية عيانية بيشوفها المريض بعينه، وقد تكون مجهرية تكشف صدفة بتحليل بول وراسب عادي. هذا الموضوع يستدعي استقصاءات تانية، أبسطها وأقلها رضاً للمريض وأقلها كلفة هو إيكو للجهاز البولي. إيكو الجهاز البولي على مثانة ممتلئة بيوجه الطبيب كتير نحو وجود شيء تنشؤ أو آفة مشبوهة بالمثانة، إلى خطوات لاحقة هي تنظير المثانة لاحقاً وتشخيص المرض. طيب دكتور، اليوم حضرتك عم تذكر أنه ما في غير عرض وحيد وهو الدم بالبول. اليوم هو ممكن يكون تأشير أنه في مشكلة بالمثانة ويروح للتشخيص معنا غير هذا العرض. طيب خلينا نروح قبل ما نحكي بتفاصيل أكثر، نحكي عن أنواع هذا الأورام. هل هو نوع واحد أو أكثر من نوع عم يكون ضمن المثانة؟ هي الأورام تخص الزهارة البولية اللي تبدأ من الحويضة والحالب من الكلية باتجاه المثانة مع زهارية المثانة. النوعين صراحة هو النوع الحليمي والنوع اللاطي. الأشع التيسيسي هو اللي أعصاب الزهارة البولي، هو الأشع والأكثر. شو يعني هذا المصطلح دكتور؟ خلينا بس نوضح أكثر لكل حدا عم يشوفنا. شكل الورم أثناء ما بيشوف الطبيب بالتنظير شكل حليمي، أشبه ما يكون بشبه لك إياها بالتعبير الطبي مثل طحالب البحر. بيكون كأنه عم يسبح سباحة بالضم المثانة. اللاطئ بيكون لاطئ عبارة عن كتلة أعصاب جدار المثانة. طبعا تمييزه بالنسبة للأطباء كتير كتير سهل هذا الموضوع. وعادة اللاطئ أشد خبصا وله أنواع متعددة. الأنواع درجة تتعلق بدرجة خبص الخلايا ودرجة الارتشاح بالعضلية أو الحيز حول المثانة أو الانتقالات البعيدة. ونحن من سوء حظنا أنه بمجتمعنا عم يراجع كثير مرضى بمراحل متأخرة. كانت الأول بالبداية أو من زمن كانت الشريحة الأكثر عمراً هي الأكثر مصادفة وإصابة بهذا المرض. بس عم نصادف حالياً شباب بأعمار صغيرة كثير بأورام شديدة الخبص وكتلة كبيرة تشغل المثانة. تمام دكتور، بعد ما حكينا عن الأنواع وذكرت حضرتك أنه هذا المرض ممكن يكون موجود بشكل كبير عند الكبار السن، ولكن عم تلاحظوا اليوم وجوده عند فئة الشباب. خلينا نحكي معناتها على الأسباب. اليوم الأسباب الشائعة لحول أمراض أورام المثانة يمكن بيقول لك في أسباب معروفة أو غير معروفة، كيف نحن اليوم خلينا نعرف كيف ممكن يكون موجود في أورام بالمثانة؟ في عوامل متهمة أثبتت الدراسات علاقتها المباشرة بحدوث أورام المثانة. المواد الملونات والمحليات الصناعية
والمواد الحافظة للمعلبات متهمة وبشدة. المادة الرصاص اللي بيشتغلوا بالمطابع، اللي بيشتغلوا بالمدخرات البطاريات، الكوتشوك، معامل الكوتشوك متهمة وبشدة. في عوامل تانية بس طيب بيقولوا التدخين كمان له دور التدخين بالموضوع. التدخين أساسي رقم واحد، تركناه لآخر شيء مشان دائما هو دكتور المتهم الأول، ولكن وقت عم تقول اتهام اليوم ما في دراسة بيتأكد لا في دراسة أكيد في مو التدخين، المعامل اللي ذكرتها حضرتك قلت اتهام، اليوم في دراسات بيتأكد أنه الأشخاص اللي بيتعاملوا مع هذه الأنواع من الشغل ممكن يكونوا عرضة أكثر؟ قطعا. هلأ في بأوروبا كنا في مدينة بفرنسا، كان في معمل الإطارات السيارات ميشلان، فكانت الإصابات واضحة، نسبة إصابات عالية جدا. في مواد مثبتة بالنسبة للملونات المحليات الصناعية والمواد الحافظة متهمة لحد هاي اللحظة، ولكن ليست مثبتة بشكل نهائي. التدخين في مادة تطرح بالبول هي مسرطنة قولا واحدا وسبب رئيسي بحدوث أورام المثانة. بس هذا الكلام مشان نكون دقيقين علميا لا يعني انه كل مدخن رح يصير معه ورم مثلا. فهي الموضوع انه كيف يصير او ما يصير هون. طيب دكتور اليوم كنا بنتوسع شوي بالاعراض، ولكن حضرتك جزمت اليوم انه هو عرض وحيد ما ممكن انه يستشعر المريض من غير من خلاله انه انا عندي اليوم مشكله ومفروض راجع الطبيب. خلينا نروح لرحله التشخيص. اليوم حدا زارك وعنده هذا الاعراض، خلينا نحكي كيف اليوم طبيا عم تشخص الحالة؟ تحاليل، صورة، مراقبة، حتى اليوم نتأكد انه نحن اليوم في ورم خبيث وما في شيء تشخيص عم يتشابه بمرض اخر. هلا ممكن حالة خاصة انه يراجع المريض بشكاية تانية، مثلا ممكن اذا ورم المثاني اجتاح صماخ البول اللي هو نهاية الحالة بمصب البول بالمثاني، اذا اجتاح وادى لاغلاق الصماخ رح يصير في استسقاء بالكلية، توسع، وهذا التوسع رح يراجع المريض بشكاية غير البيل الدموية، غير التلون البول، رح يراجع بألم بالخاصرة ناتج عن استسقاء الكلية. بالدراسة والاستقصاء بالإيكو أو بالتنظير رح يبين أنه ورم المثاني مجتاح الصماخ وأدى لاستسقاء وتوسع بالكلية. جاوز اليوم تطور تماما، ممكن يراجع المريض بهيك حالة. أما عادة المريض ممكن طبيب اختصاص ثاني او طبيب عام او كذا تكرر وجود الكريات الحمر بالبول بكميات كبيره، او هو لاحظ انه البول احمر فبيراجع مباشره. الاجراء الاول والبسيط هو اجراء ايكو جهاز بولي فقط. طبعا ما بتفيدنا بهيك حاله لا تحاليل دمويه ولا الاستقصاءات الثانيه، الايكو بالبدايه، بعدين ممكن نلجا نحن بعد الايكو تنظير المثاني طبقي محوري لتحري أو رنين لتحري إذا في اختراق بالأنسجة حول المثاني، النسيج الشحمي، إذا في نقائل بعيدة، كل هذا بالدراسات اللاحقة. تمام. طيب خلينا نحكي عن طرق الوقاية اليوم، نحن كيف ممكن نحمي حالنا اليوم من أورام المثاني؟ هلا الوقاية هو الابتعاد عن المواد المتهمة أو مثبت علاقتها بأورام المثاني. الوقاية حقيقة هي الصحيحة هو الكشف الدوري. أورام المثاني مظلومة تجاه الأورام الثانية، هي أشد خبصا وأكثر انتشارا وامراضيتها عالية، والبقية بنسميها البقية عمر المريض بأورام المثاني أقل من الأورام الثانية. ففي حملة كشف عن سرطان البروستات مبكر، يفترض يكون في كشف دوري كل 6 أشهر أو سنة مراكز وزارة الصحة. إيكو روتيني فقط لا غير للجهاز البولي بشكل دوري وروتيني، هذا بيساعدنا كثير بالكشف المبكر. تمام. طيب دكتور خلينا نروح للعلاج ورحلة العلاج، وقبل ما ننتقل للعلاج بس سؤال، حضرتك اليوم ذكرت أسباب، اليوم الوراثي والجينات إلى علاقة أيضا بهذا المرض؟ نحن بنعرف أنه السرطان دائما الأطباء بيخبرونا إذا في جينات بالعائلة، إذا حدا من الطرفين في بيكون يعني مهيئ أكثر الشخص اليوم للإصابة، هل اليوم أورام المثاني أيضا إلى علاقة بالوراثة؟
لم يثبت حتى الآن علاقته بالوراثة أبدا. طيب خلينا نروح للعلاج اليوم. وقت لحضرتك تعمل التشخيص والإيكو التنظير الطبقي المحوري، واليوم تأكد الطبيب أنه اليوم في خلايا، في أورام سرطانية موجودة بالمثانة، إن كان خلينا نقول بالمرحلة الأولى أو المرحلة المتقدمة بخطورة هذا الورام، اليوم شو هو البروتوكول العلاجي لحضرتك؟ الخطوة الأولى الأساسية إجراء تجريف لورم المثانة عبر الإحليل بالمنظار وإرسال للطبيب التشريح المرضي. الطبيب التشريح المرضي بيحدد درجة الخلايا، سوء الخلايا، هل يوجد اختراق للعضلية أو لا يوجد، هل يوجد انتشار للحيز حول المثانة أو لا يوجد. وبناء عليه درجة خبث الخلايا، انتشار الورم حول المثانة أو نقائل البعيدة، بتنحط خطة العلاج. ممكن نحن إذا ورم منخفض الدرجة أنه نحن نعطي حقن كيماوي داخل المثانة بعد التجريف. طبعا في مواد مختلفة ودرجة فائدتها تتفاوت. نعم. والقاعدة الذهبية بهذا الموضوع، مريض ورم المثانة اللي يخضع للتجريف والمراقبة لازم تنظير مثانة كل 3 أشهر قطعا. بالسنة الثانية ممكن نحن إذا شفنا التناظير، الأربع تناظير بالسنة الأولى طبيعية، بالسنة الثانية كل 6 أشهر، بس نحن لحد 5 سنوات إذا التناظير كانت كلها طبيعية يعتبر شافي. طب إذا ما كانت طبيعية؟ إذا ما بيصير تجريف مرة تانية وتقدر حجم الإصابة وسوء الخلايا، وبعدين بنحط بروتوكول تاني. ممكن إذا كان في درجة انتشار واختراق للعضلية ممكن نحن نلجأ لاستئصال المثانة الجذري والتحويل البولي. التحويل البولي له أكثر من طريقة خاصرة بيكون دكتور؟ تمام، أحدها في إما تحويل بولي مستمسك، عروة معوية تصنع بدل المثانة وبتتفاغر مع الإحليل وبيزرعوا الحوالي بعليها. عندنا كمان تحويل بولي غير مستمسك على الخاصرة. عندنا كمان تفميم حوالي على الجلد. عمر المريض بيلعب دور، حالة المريض العامي والتحمله لزمن من التخدير له علاقة بهذا الموضوع، فكل الأمور هي بتحكم الاستطباب. وأكيد ولمكن لما نقول دكتور سرطان يعني للأسف رحلة طويلة من العلاج، من الوجع، من الألم، إن كان للشخص المصاب أو حتى الأشخاص يلي حواليه. اليوم خلينا نحكي كمان عن الحالة النفسية، قديش ممكن تلعب دور اليوم للشفاء من هذا المرض أو ممكن تزيد من مضاعفاته؟ هي حالة بالنسبة للمريض حالة مسهلة أبداً، وسرطان ليس سهل أبداً، بس متابعة المريض والتزامه بالتعليمات والتنظير المنتظم له دور كبير بهذا الموضوع. بس نبقى أمام حالة سرطان قولاً واحداً. وفي حالات شفاء، أنا بعرف مريض اكتشفت له بوليب مثاني بتفاجأ بالاستجواب قبل 45 سنة، مجرف بوليب مثاني لم يحدث نكس خلال 45 سنة، بعد 45 سنة تماماً صار عنده نكس بالمثانة. فهذا الموضوع المراقبة والمتابعة من قبل المريض، وعيه لحجم المشكلة له دور أساسي. بيساعد أكيد. طب دكتور قد إيه اليوم ما نسبة الشفاء؟ خلينا هيك اليوم نطمن كل حدا عم يشوفنا اليوم. وصح هو اليوم من مثل ما ذكرت حضرتك من أشيع السرطانات ومن أكثر السرطانات يعني خلينا نقول صعوبة، وما كتير على فكرة في إضاءة عليه. يعني اليوم أنتم مهمتكم كأطباء دائما يكون في حملات توعية كرمال الكشف المبكر. خلينا هيك نطمن من حضرتك اليوم في حال وجود هاي الأورام بالمثانة قد إيه نسبة الشفاء؟ هلا الإنذار جاي، الإنذار إذا كان المريض ملتزم ونوضع الاستطباب الصح ونشغل الاستطباب الصحيح بزمنه، الإنذار مقبول وليس جيد، لأنه هي أورام ناكسة يعني أصعب من غير أنواع بالجسم. تماماً. دكتور ليش التنظير كل 3 أشهر؟ نحن بنفهم المريض أنه وين ما بأي مشفى كان، بأي عند أي طبيب، أنه إذا حدث عنده نكس ليس يعني هذا الكلام أنه العملية غير ناجحة. النكس يحدث بمكان تاني بضمن المثانة، يكون في خلايا مجهرية بزمن التجريف الأول ما ظاهرة، ما في شيء على المخاطية، بس هذا النكس تطور وتطورت لورم بعد زمن. لذلك التنظير بس هو من ورم سيء، مانو جيد ابدا. عم نحاول دكتور هيك نرفع شوي المعنويات. يعني الوعي له دور. في مرضى استئصال مثاني بيعيشوا 20 سنه و25 سنه، عندما بينشغل استئصال المثاني بالاستطباب الصح عاشوا 20 و25 سنه و15 سنه.
المراهنة على الوعي، على ثقافة الوعي. الوعي الأساس أساس بهذا الموضوع. تمام. يمكن اليوم أمراض عديدة ممكن تصيب المثانة، ونحن عم نحكي هلا ونتعرف على أورام المثانة أو سرطان المثانة. كمان عندنا دكتور اليوم شيء اسمه التهاب المثانة، خلينا نحكي عنه اليوم. مين الفئة العمرية اللي ممكن ينصابوا فيه؟ خلينا نوضح الأسباب اللي ممكن تكون موجودة، وأكيد يعني كل شيء بيتعلق بالالتهاب المثانة يحدث عند المتوسطات بالعمر أكثر شيء، وله أنواع كثير صراحة. من الأمراض المزعجة جدا يحدث عند النساء بشكل خاص، وكأعراض مؤلم جدا الحاح بولي زحير مثاني. متشابهة مع أعراض الأورام دكتور؟ لا. لا 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 لا، الألم عرض أساسي بالتهاب المثاني. الحاح البولي والزحير المثاني، الشعور المريض أنه خاصة الأنثى أنه بدك تفوت باستمرار على الحمام، معبيلة دموية وأغلب الأحيان عيانية. في منا التهابات مثانية جرثومية، في منا التهابات مثانية غير جرثومية، خلالية بنسميها غير جرثومية. طبعا لما في تشابه بين اثنين أبدا. طيب. دكتور خلينا صحح بعض المعلومات الشائعة عن هي الأورام. بداية الأطفال هل هن عرضة للإصابة بهذا الورم أو لا؟ نحن اليوم في عمر محدد ممكن يصير فيما بعد. نادرة جدا 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 عند الأطفال، ولكن موجودة تماماً هاي الحالة. بس صدفت حالات شفناها نحن بعمر 22 سنة، بعمر 25 أو 40، بس عادة هي عند الشريحة الأكبر، عند كبار العمر. تماماً. اليوم ليش دراسات الطبية عم تثبت أنه اليوم الرجال أكثر عرضة بالإصابة بأمراض بسرطان أورام المثانة؟ تماما، مصادفة مثل أورام الكولون. عند الرجال مصادفة أكثر من النساء. تمام. طيب دكتور، هذا الورم ممكن يمتد وينتشر لباقي أعضاء الجسم؟ ممكن يسبب اليوم خلل بأحد هي الأعضاء؟ ورم مثاني قطعا ممكن تعطيه مثل كيف مثلا البعيدي. ممكن يأثر على الكليتين؟ بيعطيها حسب الإصابة. إذا اجتاح الورم سماخ الحالة فرح يترافق بمشكلة بالكلية، انسداد مجرى البول. بس نقائل لا، عادة ورم الجهاز المفرغ إذا كان على مستوى الحويضة أو الحالة بيعطي نقائل على المثاني حكما. أما ورم المثاني نادر جدا يعطي نقائل باتجاه الكلية. طيب. أما بيعطي نقائل باتجاه الهيكل العظمي، ممكن يعطي للرئتين، ممكن. طيب دكتور خلينا بس هيك كمان معلومة، دائما نحن نسمع طبيا انه وقت بيكون في خلية سرطانية بمكان ما بالجسم وبيروح الطبيب للجراحة، الجراحة عم تكون عامل مساعد لانتشار هاي الخلايا السرطانية، هل طبيا هاي المعلومة صح او لا؟ هذا مفهوم خاطئ 100%. طيب ليه في هذا التعميم لهي المعلومة انه ما كانت بدايته لو ما عامل جراحة كان نسبة الشفاء أكثر، ولكن اليوم أنه الجراحة كان سبب بالانتشار، لو ضل على العلاج الكيماوي كان أفضل. اليوم طبيا شو رأي الطبي؟ لا، هذا المفهوم خاطئ عند العامة تماما، أنه ما متى ما خدشت السرطان فهو رح ينتشر. هذا الكلام خاطئ تماما. إذا انكشف أصلا استئصال الورم بزمن باكر، سواء ورم ثدي أو ورم كلي أو أي إصابة سرطانية، استئصاله بزمن باكر بيساعد كثير 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 بالشفاء الكامل، وفي حالات كثير شفاء كامل عند وجود الاستطباب الجراحي الباكر. طب بس ذكرت حضرتك نقطة مهمة جدا دكتور عن الاستئصال الورم، يعني ممكن الشخص يضطر فعلا يوصل لمرحلة انه هو لازم يلجأ لهذا النوع من العلاج لاستئصال الورم؟ ممكن تكون حالات متقدمة؟ في جايد لاين، في جايد لاين عالمي نحن متقيدين فيه، استطبابات الاستئصال، امتى الاستئصال الجراحي، في جايد لاين لهذا الموضوع. وكل الاطباء يفترض يكونوا ملتزمين بهذا الموضوع. فمو المريض اللي بيحدد هذا الشيء، الطبيب بيحدد وفق حاله المريض. اكيد في خيارات ثانيه، في علاج كيماوي، في علاج شعاعي للمثانه، تشعيع المثانه، بس هذا بحالات لا يمكن اجراء العمل الجراحي، فممكن اللجوء للخيارات الثانيه. طيب اليوم وقت بنقول طبيا ما احنا ما فينا الطبيب اليوم ما نقادر نروح للاجراء الجراحي، اليوم في اشخاص عندهم امراض بيحملوا امراض بشكل عام، خلينا نقول ضغط، سكر، امراض قلبيه، اوعيه دمويه، اليوم الطبيب بيقول لك انا ما فيني غامر بمريضي بعمليه جراحه كرمال الاورام، شو هن اكثر الامراض اللي ممكن اليوم يمنع الجراح من انه يدخل على غرفه العمليات؟ المشاكل القلبية اللي تمنع زمن التخدير،
اللي بتعرض المريض لخطورة قلبية عالية. المريض السكري معرض للخطورات العالية. طبعا أي مريض يخضع للعمل الجراحي يفترض يعمل له استشارات كاملة. طبيب التخدير بيطلب استشارة قلبية أو استشارة غدية لمرضى السكري، بيحدد الطبيب أنه هذا المريض هل يمكن يتحمل زمن هذا العمل الجراحي، زمن ما هو قصير أبدا. إذا كانت حالته الصحية لا تتحمل هذا الشيء، فهو يلجأ لعند أطباء الأورام للمعالجة الشعاعية أو المعالجة الكيماوية. تمام. ويمكن لما بدينا حديثنا مع حضرتك كنا عم نحكي عن شيء اللي ممكن يسببه أورام المثاني، إن كان وجع كتير كبير ممكن يحس فيه هذا الشخص أو ألم. طيب اليوم نحن مبدئيا قبل ما نلجأ للطبيب، شو هي الحالات ممكن اللي منقدر نحن نسكن هذا الوجع؟ شو ممكن ناخد أدوية معينة تكون مبدئية لبين ما توجهنا للطبيب؟ هل عادة مريض الورم يتألم، مريض ورم مثاني تحديدا يتألم عند حدوث النقائل، سواء النقائل العظمية، النقائل العظمية عادة مؤلمة جدا، وعادة تستجيب بالبداية للمسكنات العادية، بيوصل لمرحلة المسكنات العادية لا يستجيب إلى أبدا بسبب مسكنات مركزية مورفين الترامادول الأمور. وهذه عادة وزارة الصحة منظمة هذا الموضوع، عندما بيتشخص بشكل جيد المريض بياخذ مصاري وبتصرف من قبل وزارة الصحة بشكل مدروس، لأنه هي مواد صرفة كثير 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 حذر، في ناس بتكون مدمنة بشكل عشوائي كمان. أكيد يمكن اليوم الإنسان اللي عنده وعي وثقافة إدراك طبي اليوم ما أنه بحاجة ليصل اليوم للترامادول وهدول المسكنات، يعني نروح للإجراء الأبسط وهو الكشف المبكر. دكتور اليوم الشخص اللي بيدخل غرفة عمليات وبيكون الإجراء الطبي هو إزالة المثانة أو تصرف طبي ما، اليوم بعد العملية في حياة جديدة، هذا المريض دخل خلينا نقول بده يتعود على شيء جديد، إن كان من الطعام إن كان من الشراب، يعني حياة في ممنوع وفي مرغوب، ونحن بنعرف كل ممنوع هو مرغوب بالنسبة لهذا المريض. اليوم كيف حياته بدها تكون بعد العملية؟ في جانب حياة المريض بعد العمل الجراحي الكبير هذا، في جانب النفسي والجانب الفيزيولوجي. كجانب فيزيولوجي هو بيمارس حياته الطبيعية، نعم، من ناحية الأكل من ناحية الشرب من ناحية أي شيء، بس المهم بهذا الموضوع تأهيل المريض نفسيا من المحيط اليوم ومن الطبيب أيضا طبعا يعني. لأنه في كثير مرضى موضوع تقبل تحويل بولة على الخاصرة، في كثير مرضى نفسيا ما بيتقبلوا هذا الموضوع، ممكن المحيط إذا ما تفهم الحالة كمان يضايق هذا الشخص بشكل أساسي المريض. نعم. المحيط ممكن يتأقلم أكثر، بس المريض هو اللي بيعاني، هو اللي مفروض يتأهل لهذا الموضوع. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الفئة الأكبر، كبار السن اليوم نسمع بيصير معهم مثل سلس بولي، خلينا نوضح عنه هذا المصطلح كطبي أسبابه، يعني عن أعراضه بشكل عام. سلس البول عند أي شريحة؟ عن كبار السن حسرة، نسمع أنه كتير بيكون شائع ومنتشر. رجال بشكل عام، نساء ورجال. أسباب سلس البول عند النساء تختلف. فينا نوضح عنهم؟ في سلس البول عند النساء في نوعين من سلس البول، سلس البول بالراحة وسلس البول الجهدي. نعم. سلس البول الجهدي الناتج عن الولادات المتكررة، ضعف بعضلات الحوض، يصير فيه هبوط بالمثاني. يمكن تصير الأنثى من عطسي. تماما. السعال العطسي الحركة الفجائية، هذا سلس بول جهدي. وهذا له طريقة علاج جراحية طبعا، له عمليات خاصة بسلس البول الجهدي، وتلغي سلس البول الجهدي 100%. مشكلتنا نحن مع سلس البول بالراحة اللي بيصير عند المريضات السكريات بالدرجة الأولى، اعتلال مثاني سكري أو أمراض عصبية اعتلال الأعصاب، ممكن يصير في عندهم سلس بول بالراحة. فممكن المريضات يكون عندهم سلس بول مختلط، سلس بول بالراحة مع سلس بول جهدي، فبتنعمل العملية لسلس البول جهدي بيصفى عند المريضة، الجزء الثاني اللي هو سلس البول بالراحة لا تلغي العملية. صحيح. عند الرجال أسباب أخرى قطعا. طيب دكتور بآخر دقائق اليوم، مرق الوقت معك بشكل كتير كبير، اليوم الوقاية والنصائح والكشف المبكر طبي، يعني اليوم شو بتحب توجه رسالة لكل حدا اليوم عم يشوفنا على الإخبارية السورية؟ بس يصير إضاءة أكثر بموضوع الكشف المبكر من قبل وزارة الصحة، مثل ما في توعية وإضاءة على سرطان البروستات وسرطان الثدي، أورام المثاني خطيرة جدا، كشف روتيني كل 6 شهور أو كل سنة بمراكز وزارة الصحة، جهاز الإيكو طبيب أشعة بمر الناس بشكل روتيني على مثاني ممتلئة، إيكو روتيني بيكشف كثير من حالات كشف مبكر، وتكشف
اورام وبوليبات المثانه بزمن باكر وبيكون فرصتنا بالعلاج كبير كثير كثير كثير. ليه ما بتعملوا حملات دكتور اليوم تشاركيه بينكم وبين اطباء ان كان نفس الاختصاص، حملات على الفيس، حملات على التوعيه، يعني دائما يكون عندكم مشاركه مع الناس؟ هلا دائما دائما اي حمله توعيه وتثقيف حول هذا اي موضوع طبي اذا كانت منظمه من قبل جهه صحيه معينه بتاخذ صدى اكبر. دكتور بدي اتشكر حضورك لليوم وهيك بنتمنى الصحه والسلامه لكل حدا اليوم رافقنا على هوا الاخباريه السوريه، الدكتور احمد رامي عيسى اخصائي جراحه بوليه وتناسليه، شكرا لحضورك، نورت صباحنا وقلنا لقاءات اخرى ان شاء الله. اكيد بدنا نشكرك كثير دكتور احمد على كل المعلومات الطبيه المهمه لصحتنا الجسديه، اهلا وسهلا فيك.